صباح الخير حبايب، شلونكم؟ شنو الاخبار؟ مشتاقين لكم. وقبل الريوق افتح هالكاميرا عمود احكي وياكم. اليوم منظرنا لحظه الله الله، شوف السماء الازرق، شوف المحطه الجو. هذا الرايح للشغل، هذا الرايح يتريق، هذا اللي رايح يطلب اوراق الطلاق، هذا الرايح يدور على شغل، هذا اللي يدور على حمام لان محصور، هذا اللي دا يفكر دا يقول شو هو ناس تتفرج فلوقات لو اي، بس مو الكل مشتركين بالقناه. انا شعليه. المهم حبايب، احنا اليوم بليل فرنسا، باقصى نقطه فوق بالخارطه مال فرنسا، وراح نبدي ننزل شويه 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 الى ان نوصل لمدينه الاحلام موناكو. بس قبل هذا كله نروح نجيب الاوتي من الطابق الثالث. هاي مشكله من سافر ويا اختك الصغيره. يوم ولا لا تعذبيني بحبه. هذا مكتبي الحالي، خلصت الادت مال الفلوج وصرت نتريق. او ماي جاد، هاي ساندرا. هاي، هاو ار يو ساندرا؟ Good, I miss you, Sandra. I miss you too. Wow. Ready for tonight? Oh, what I wanna say tonight? After a good tonight, you say good night. Oh, good night. هسه نقدر نقول انه السفره بلشت سندور القمر. بس الجو هذا، بس شمويسه، حسينا شمويسه بوجه. هي شمويسه تحكي تحكي من كيفها. اي شوفها الف عافيه حبيبي. خلينا نشوف ايش قد راح نتقفص بالباركينج. 30 يورو 30 يورو. يمكن راح نقصر السفره، راح نرجع دبي باكر. ومتجهين الى امل. بس امل تصعد بالسياره، الموسيقى كلها تختلف، افضل دي جي فرنسا، حماس 100%. حبايب عندنا 6 ساعات طريق، من هسه 6 ساعات و17 دقيقه، يعني دمار. باعوا فرنسا، باعوا فرنسا. وهاي اول وقفه راح نوقفها على الطريق. نشتم هواء، نتمشى شويه، كلش ضروري. ثانك يو. متحمس، المود توب، الطاقه توب، المناظر تخبل، السوالف كلش حلوه، فكلش مستمتع حاليا. اعرف طريق كلش طويل، بعد لنا 5 ساعات طريق. واو، 5 ساعات هوايه. كل الحشرات جاي تنضرب على جامعة سيارتي، فلازم ننظف الجامعة. شو 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 تسوي الوليد؟ سندورة حبيبي، شلونك؟ شنو مرتاحة حاليا؟ كلش مرتاحة. اوكي. قلبت فندق هاي وراكم. شنو يمك؟ مقعد. اوكي. اريد انام. هذا خاف ابرد. اكل مالتكم. فالاكل بيدك اليوم. واني اوزع. موزعة يعني. اوكي، حسام كامل يعني. حسام كامل موزعة اكل اليوم. دفع، كله دفع على الطريق السريع الفرنسي. هاي تاخذ هاي البطاقة وتظل تنتظر الان، لازم تدفع وايدك على قلبك، ما تعرف ايش قد. ماكو رود تريب اذا ما نسمع اغاني ساندرا. بس 3 ساعات ونص والمود بعده توب. اوه حلوه ليون. باع الاجواء اللي تشق بليون تموت. باعوا اكو شارع رجال دا يمشي، ما حل علمنا. حبايب احنا ما جايين نزور ليون، جايين بس نوقف بيها ليله على مود نكمل بعدين المدينه الحبيبه. طبعا انا جاي اعيد واسقل بالبروجرام، انتم حفظتوه يمكن حتى اذا انتم
قاعدين بالبصرة. المهم اليوم كلش حلوة، بديعة، أحسها ما بين مدريد وليون، هيك ميكس غريب إنه بيها الرقي مال مدريد وبيها طيبة الناس مال بيروت. هذا اللي أحسه أنا. سندورة، أنا يعني من أسافر وياك أحس روحي أنا الطفل مو أنتي. حبيبي أنتي مو طفلة، شو أنتي مارة؟ شنو 21 سنة بعد كم يوم؟ هذا اللي يسافر ويا أخته يشبع بس يطق صور. انت احلى من المدينه ساندرا، انت عاصمه أحس قلبي، انت احس من تنفعل زايد. لا انت عاصمه قلبي والله. مشتاقين بس انه نتمشى بدبي، ما نقدر نتمشى. قبل 3 4 فلوقات قلت لكم انه ملينا من دبي مول، لان كل ما نطلع نروح دبي مول. هنا واخيرا الحمد لله والشكر بفضلكم انتم اجينا وسافرنا لهاي المنطقه الحلوه، وهسه الروح بدها تتفلتر. باع الجمال. ميرسي. خطر رومانسية مال الفلوغ. جيمي لا باشا. باعوا الاكل جاهز، بس تارك الاكل وجاي اقرا تعليقاتكم. انتوا ورود، يعني يحتاج احشي على هالمناظر الرومانسية. صراحة ما شفنا هواية من ليون، وأعرف إنه أنا أتحمس هواية كل ما أجي أزور مدينة جديدة، بس ليون أطيها بصراحة يعني 8.5/10 مثل الورد، مثل الورد يعني. بيها مناظر، بيها بارات مفتحة، مطاعم، الناس كلهم شباب. بحس هذا المنظر بقى. ها بقى رومانسية فل. صار لنا ساعة واقفين بالريسبشن لأن بابنا ما جاهز ينفتح، وما جاهز نعرف شلون ندخل الغرفة، وكل غرامة من الغرفة الساعة 12، وباكر عندنا سفرة من الصبح 6 ساعات سياقة، فالوضع كلش متأزم. Bah c'est pas, c'est l'hôtel qui va payer de toute façon. Quelqu'un de votre société qui, là qui va venir. Mais est-ce que l'hôtel vous a appelé? C'est l'hôtel qui vous a appelé là tout à l'heure? خبروا الشركة راح يجون يكسرون الباب حاليا الساعة بالوقت الصبح. Bonjour, c'est ici, c'est ici. Oui. الباب تنفتح من جوا، بس من برا هاي ما تتحرك. عمرها ما صار ولا هاي الحادثة، يعني شيء لا على البال ولا على الخاطر، يعني ينرفز شيء بسيط هيك يأخرك ساعات. المهم هذا الشيء ما يغير رأيي عن ليون، كلش تونسنا بليون، كلش تونسنا بهاي ال خلينا نقول مو السفرة، لأن هاي مو السفرة، هاي الروحة. بعدنا رايحين احنا لموناكو، بس كلش تونسنا وياكم حبايب، واسفين اذا صار ستريس بالنهايه، بس مثل ما قلت لكم لازم كل شيء نعيش وياكم. بس انا طول هاي الفتره بقيت بوزيتيف، وحتى لو كنت ارد انام مو مشكله. باكر راح نقعد متاخرين لان اليوم راح ننام متاخرين، بس مو مشكله، احنا جايين نتونس. الحمد لله والشكر اصلا انه احنا مسافرين، وانه احنا جايين نزور هاي الاماكن الحلوه، فما راح نسوي روحنا معقدين ومندني الفاشونيستات اللي يردن كل شيء بيرفكت. هي هاي الحياة بيها تعقيدات بسيطة، بس تعرفون من الحدث استوى صاير شوية واحد ينزعج وينفعل، وهذا الشيء ممكن تحسونه بالفلوغ، بس احنا والله مو معقدين، احنا كلش بسطاء واحنا كلش ايجابيين. احبكم وموت عليكم حبايب.
بدي اقرا كل تعليقاتكم، كلكم متفاجئين انه انا وساندرا ننزل الفلوج بنفس الوقت. يابا احنا ما ندوس الدقمه الساعه 11، احنا ننزل الفلوج الصبح ونخليه سكجول انه نبرمجه ينزل بالليل على الساعه 11 توقيت دبي، 10 توقيت بغداد، 9 توقيت اوروبا. فالمهم حبايب اشوفكم باكر.